لا يكف المصريون عن السعي، يخرجون من بيوتهم كل صباح قاصدين وجه الله ووجه الوطن. تقابلهم الصعاب لكنهم لا يخضعون، تعترضهم التحديات فيزدادون إصرارا، يملكون سرا يدفعهم إلى الاستمرار، ورغم العقبات لا يفقدون شغفهم بالحياة. مثقفو مصر ومفكروها يتحدثون عن عبقرية المصريين، يكشفون السر ويرسمون ملامح شعب لا يستسلم أبدا. شهادات للتاريخ على حاضر مصر ومستقبلها. أهلا بكم، شاهدنا اليوم على الشخصية المصرية والعقل المصري في لحظته الراهنة هو الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، عضو لجنة الشريعة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، والأستاذ بكلية أصول الدين، عضو لجنة موسوعة الفرق الإسلامية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. عمل مدرساً مساعداً بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، ومدرساً بكلية الشريعة والقانون بمسقط سلطنة عمان، ورئيس قسم أصول الدين بكلية الشريعة والقانون بمسقط. له العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية بمصر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وماليزيا. له أكثر من 30 مؤلفاً أبرزها الإسلام السياسي والتلاعب بالدين. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا في الشاهد. الله يخليك يا رب. واسمح لي اني ابدا مع حضرتك من منطقه يمكن ناس كتير ما بيتطرقوش اليها او بيتكلموا فيها. يعني حضرتك التحقت بالازهر كطالب منذ عقود، نعم، واكملت الدراسه في الازهر حتى وصلت الى يعني عماده كليه الدراسات العليا بالازهر. من نقطة البداية حتى الآن عايز أسأل عن الطالب الأزهري اللي بيدخل جامعة الأزهر وبيدرس، هل رصدت تغير في نوعية الطلبة اللي بيدرسوا في الأزهر؟ أولا الطالب الأزهري في اللحظة الحالية يختلف عن الطالب الأزهري من 30 سنة. في إيه فن؟ والطالب الأزهري من 30 سنة يختلف عن الطالب الأزهري من 60 سنة. يختلف الطالب الأزهري الآن عن الطالب الأزهري من 30 سنة في الثقافة المؤصلة. يعني الطالب الأزهري من 30 سنة كان عنده ثقافة ورسوخ تجده قويا في لغته، في أدبه، في أسلوبه، في معلوماته، في كيفية خطاب المجتمع، بعيد عن التكفير، بعيد عن التعصب، بعيد عن التشدد، لأنه الأصل في الدراسة الأزهرية إن هي دراسة متنوعة، يعني تجد فيها الآراء المتعددة الفقهية، تجد الآراء المتعددة حتى الفلسفية الكلامية العقدية. فالطالب الأزهري تجد منذ الصغر هو متفتح ويقبل الرأي والرأي الآخر. في الحقبة الأخيرة تسلل إلى الأزهر بطريقة ما فكر ليس أزهريا في الأصل، إنما دخل يلتحق بالأزهر لكي يحصل على الورقة التي تؤهله أن يقف في الناس وفي المجتمع إن أنا أزهري. لأن كلمة أزهري لها ثقل داخل مصر ولها ثقل خارج مصر. فهو عاوز الورقة اللي يقول لك إن أنا أزهري، عاوز الختم الاعتراف، الختم الاعتراف. فبالتالي هو داخل مبرمج بفكر معين بثقافة أحادية. إيه نوعية هذا الفكر يا فندم؟ يعني دي نقطة مهمة جدا حضرتك بتلفت الانتباه ليها، إنه طبيعة الدراسة الأصيلة في الأزهر إنه فعلا بيدرس مثلا في المسألة الواحدة تعدد الآراء بتاع الفقهاء. نعم. فتعرضه لإنه هناك تعدد آراء في المسألة الواحدة هو بيخليه هو بيقبل تعدد الآراء.
لكن في لحظة تم التعامل مع الأزهر أنه لا، أنه أحادي التفكير وأنه متشدد إذا سمحت لي في هذا التعبير. حضرتك بتشير أنه في فكر آخر دخل على الفكر الأزهري، نوعيته إيه؟ منين؟ الفكر اللي هو بينتمي إلى التيار المتسلف أو التيار السلفي اللي هو ينظر بعين واحدة إلى المسألة وإلى الرأي فيها رأي واحد وإلى الراجح فيها رأي واحد، وده أمر ما يشغلنيش كتير. اللي يشغلني فرضه على المجتمع. يعني هو الرأي الأحادي دوت أنت عايز تتبناه أنت حر، لكن المشكلة أنك أنت عايز تتبناه وعايز تفرضه على المجتمع، وعندنا مشكلة خطيرة جدا. أنا دايما أقول أن الإرهاب الفكري ربما يساوي الإرهاب بالسلاح. لأن أنا عندما أرهبك فكريا أنك تعتقد رأي واحد وتعتقد مذهب واحد وتريد تفرضه على المجتمع، ده اللي حصل بالضبط في قطاع كبير جدا من القطاع الأزهري. زائد أنه الثقافة لم تكن كما في من قبل. يعني من قبل كنا مثلا بنقرأ في الأزهر في كتب الأدب، كنا بنقرأ مثلا لطه حسين، بنقرأ للدكتور زكي نجيب محمود، بتقرأ للعقاد، بتقرأ للزيات. ده كانت اجتهادات شخصية ولا كان في المقررات؟ بعضها في الدراسة في كتب الأدب وفي كتب اللغة والتاريخ، وبعضها بيبقى اجتهادات شخصية. انت بتزود المعارف. فأنا مثلا ما كانش أساتذتكم بيمنعوا عنكم ده؟ لا، أنا بالعكس، أنا أذكر أن أستاذ لما قلت له أنا صغير أنا عاوز أسلوبي في الكتابة يبقى فيه يعني شيء من الجاذبية وكذا، فقال لي أقرأ لطه حسين. فاتربيت من صغري، وأول كتاب قريته له يمكن مرتين، قريت له الأيام يمكن مرتين، وقريت له حديث الأربعاء، وقريت له في الأدب الجاهلي. فالمقصود أنه الثقافة منفتحة، أنك أنت تقرأ لطه حسين وتقرأ في الوقت نفسه للعقاد وتقرأ للزيات وتقرأ لمحمود شاكر وتقرأ لثقافات متنوعة. طبيعة المجتمع آنذاك كانت طبيعة ثقافية منفتحة. يعني مثلا وإن كان يبدو غريبا على شيخ أزهري، أنا ما سمعتش في الأزهر وأنا صغير إن حد قال إنه سماع الأغاني من أم كلثوم حرام، بل وجدت كل المشايخ الكبار. ما سمعتش ده سمعته مؤخرا. سمعته مؤخرا. تقول لحضرتك إنه جميع المشايخ كانوا يعني أكثر المشايخ كانوا يستمعون إلى أم كلثوم وإلى عبد الوهاب، وكانت بعض القصائد يعني والأغاني يحفظوها ويحللوها من الناحية اللغوية ومن الناحية الأدبية ومن الناحية الطربية وكذا. يعني المجتمع كان مجتمع يعبر عن الثقافة المصرية، يعبر عن طبيعة الإنسان المصري. يعني ينظرون إليك الآن على أنك أنت حالة شاذة، أنت مش متدين، أنت قليل الدين، أنت بعيد. لو بتسمع أم كلثوم ولا أبو وهاب أو أنت بتقرأ مثلا طه حسين، ده بعضهم طبعا ده رجل، لا ده زنديق، ده رجل ضد الإسلام، زكي نجيب محمود ده بتاع الفلسفة الوضعية المنطقية، كذا كذا إلى آخره. لكن أنا بفضل الله من الصغر منفتح على كل هذه الثقافات، وبستفيد من كل المدارس التي أنا تربيت عليها في الأزهر، أنك أنت لابد أن تنفتح على كل الطيارات وعلى كل المدارس. طيب قبل ما ننتقل لتحليل ده وإزاي الاختراق حصل وأنه ليه ما كانتش فيه مقاومة لهذا الاختراق، عايز أستمع حضرتك لكواليس واقعة كنت حضرتك طرف فيها لما استضافت مرة بعد ما أصبحت معيد، يعني استضافت الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة الشهير. يعني إيه كواليس الواقعة دي؟ والله أنا كنت عضو في لجنة الندوات العلمية في الكلية، كنت أظن مدرس مساعد لسه. وبعدين أنا اقترحت أنه لازم الباحث الأزهري والطالب الأزهري ينفتح على لغة الآخرين. يعني حتى يمكن ده أتكلم فيما بعد. فطرحت اسم الدكتور حسن حنفي رئيس الجمعية الفلسفية، أستاذ الفلسفة بكلية الأداب جامعة القاهرة، والراجل جه. وكان المؤتمر على ما أذكر عن الشيخ محمود شلتوت. والرجل جه يتكلم، وشلتوت أعظم عقلية أزهرية جت في الأزهر بلا شك. يعني أنا سمعت من أساتذتي أنه لم يأتي شيخ للأزهر في علم شلتوت في هذا الوقت. الشيخ شلتوت لما تقرأ له، لو أردت أنك أنت تقول للناس الإسلام الصحيح هو إيه، اديهم كتب شلتوت، ادي لهم كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، ادي لهم توجيهات الإسلام، ادي لهم من تفسير الأجزاء العشرة الأولى من القرآن. رجل كان مطلع على التراث ومطلع على الواقع. لكن ربما نأتي لهذا فيما بعد. المهم أنه أنا دعيت الدكتور حسن حنفي وذهبت إلى كلية الأداب وديته، رجل لبى الدعوة وجه.
بعد ذلك بعض الأساتذة وتفصلوا من الأزهر الآن معركة طويلة جدا ومحاربة لي، وكتب فيها شكوى في الجامعة شحاؤه معايا أن أنا جبت حسن حنفي إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. طيب هذا الفارق أنه كان عندك أساتذة بيسمعوا لأم كلثوم وعبد الوهاب وبيرددوا أغانيهم وفي قبول لتعدد الآراء، الى انه مجرد فيلسوف او استاذ فلسفه جه مختلفين معاه فقامت الدنيا ولم تقم. ده نتيجه للاختراق اللي حضرتك قلت لنا عليه، اللي هو نعم. السلفيه باللي هي بقى بتضم الجامعه، لانه في الاخوان في النهايه ما هي جماعه سلفيه، السلفيين وغيرهم. هل الازهر ما كانش بالقوه الكافيه للتصدي لهذا الفكر، ولا كيف تسرب هذا الفكر السلفي الى المنهج الازهري اللي هو كان متنوع ومتعدد؟ ما فيش الرؤيه الكليه المنهجيه الموجوده التي كانت موجوده في القديم. برضو ما فيش في اساتذه اقوياء وكل شيء، لكن مش بالعدد الكافي. الاستاذ القوي اللي يستطيع ان هو يعني يعبر عن المنهج الازهري والثقافه والعلم ويكون كاريزما قدام الطالب بتاعه، ده ربما يكون مفتقدين قليل. بعض الناس اللي في ايديهم القرارات ربما هو مش مستوعب التيارات الوافدة، مش مستوعب قضية التجديد، مش مستوعب القضية العلمية، عوامل كثيرة جدا. في النهاية وصلنا إلى أن الطالب الأزهري والباحث الأزهري الآن لم يكن منذ الباحث الأزهري من 30-40 سنة. وفي كانت مناداة طول الوقت بأنه هذه المناهج لابد أن تحدث فيها ثورة، لأنه أحيانا فيها حاجات كتيرة جدا لا تتناسب مع العصر. ممكن حضرتك سمعت هذا الكلام. نعم. وقيل وتردد أنه لا، الأزهر قام بتجديد مناهجه، وأنت قريب من ذلك، إيه حقيقة الموضوع؟ هو في الحقيقة هناك محاولات، لكن محاولات أيضا جزئية مش تطمح إلى ما نرجو إليه. يعني أنت الآن بتجد أن المناهج كل سنة بتتغير، هي عبارة عن كتاب تراث اتحط كتاب تراث، كتاب قديم اتحط كتاب قديم إلى آخره. فاللي بينظر إلى المنهج الأزهري هو في تصوره أنه أنت لازم تحافظ على التراث. طبعا كلنا بننظر إلى التراث لأنه اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، صحيح. لكن هذا التراث قيمة كبيرة جدا، لكنه يحتاج إلى فرز. يعني كل ما كتب في التراث لقد الكثير منه لا يناسبنا الآن ولا يناسب ظرف. إذا كان الفقهاء يقولون تتغير الفتوى اللي هي الدين بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، طيب يتغير نظام الدعوة، يتغير نظام التعليم بنظام الزمان والمكان، والعالم تغير والأيديولوجيات تغيرت وأفكار كثيرة جدا. فأنت محتاج إلى مناهج يعني أكثر التصاقا بطبيعة المجتمع. ثم المشكلة الأساسية أنك أنت أصلا بتقول ان دعوتك دعوة عالمية، ان الاسلام دعوة عالمية، طب انت لازم تعمل خطاب يخاطب العالم. مناهج تعليمية لابد ان تصلح لخطاب العالم كله، انما مش خطاب بيئي، مش خطاب تراثي. ففي كتب التراث في كنوز وفي اشياء سمينة جدا، لكن في الوقت نفسه في اشياء لا تصلح، لا تصلح من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث الوضع الراهن. وطبعا انا مش عايز اذكر امثله كثيره، لكن لانه يمكن الامثله اللي استعرضها الاعلام في السنوات الاخيره كثيره. لكن في قضيه مهمه جدا، وهي اثناء بناء عقليه الطالب الازهري او الذهنيه يعني بتاعه الطالب الازهري. حضرتك قلت بتشيل كتاب تراث تجيب كتاب تراث تاني وهو يدرس التراث في الازهر. هل المدخل لدراسة التراث أنك تدرسه كعلم ولا كدين؟ هو الشائع تدرسه كدين، لكن هو التراث مش كله دين، صحيح. التراث منه ما هو ديني، منه ما هو فلسفي، منه ما هو ثقافي، منه ما هو لغوي.
فالتراث مش معنى كلمة تراث انها تساوي دين، لكن بعض الناس يتصور انك انت عندما تنقض التراث انت تنقض الدين. فهنا خلط كبير، خلط كبير بينك انت تفهم التراث على انه هو الدين. الدين شيء والتراث شيء، ثم حتى الدين منه المقدس الثابت اللي محدش بيقترب منه، ومنه المتغير المنفتح اللي فيه مساحة شاسعة جدا من التأويلات ومن التغييرات ومن مراعاة البيئة ومراعاة الأحوال والزمان والمكان. كما قلنا يعني مش كل التراث الديني هو مقدس، مش كل كلام. لو أشرنا إلى نماذج لما هو مقدس ثابت ولما هو متغير متحول، يعني مثلا القرآن ككتاب مقدس ثابت لا جدال فيه، السنة من حيث كونها سنة وهي حجة هذا مقدس ثابت، لكن قد أختلف على إطلاقها. أنا... فندم؟ لا مش على إطلاقها طبعا، يعني أو على إطلاق ما وصلنا من السنة ولا لا. فيه يعني أنا مثلا يعجبني ما يقوله، أنا هنا أنسب الكلام إلى الإمام العظيم الإمام القرافي. الإمام القرافي يقول بأن السنة منها ما هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره نبيا يوحى إليه، منها ما قاله باعتبار قاضي، منها ما قاله باعتبار رئيس دولة. فيقول القرافي احنا ملزمين بالسنة التي قالها لكي نقتدي به فيها. اما التي قال باعتبار رئيس دولة، انا في هذا الزمن نحن لسنا مطالبين بالاقتداء. يعني هو عليه الصلاة والسلام حفر الخندق في غزوة الأحزاب، هل في منطق يقول ان انا الان لما اجي احارب احفر خندق؟ هل هو لما يحكم في قضية أو في واقعة معينة كقاضي، هل أنا أو كل قاضي ملزم بأن يحكم بمثل هذه القضية؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له. هل معنى ذلك هو هنا قال ذلك بوصفه حاكم باعتبار رئيس دولة؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له. أبو حنيفة يقول كرئيس دولة، كرئيس دولة باعتبار. وذلك مش كل واحد الآن يجي ياخد قطعة في الدولة ويحييها ولكن الأرض دي بتاعتي، إنما لابد ترجع للدولة وترجع لنظام الدولة. فالقرافي يقول ساعات يتصرف باعتباره نبي يوحى إليه، ساعات يتصرف باعتباره قاضي، ساعات يتصرف باعتباره رئيس دولة. فأنت مش مطالب بالاقتداء به في حالة كوني رئيس دولة، ولا كوني عليه الصلاة والسلام قاضيا، ولا كونه فعل أشياء تناسب العادة العربية كالملبس كالمأكل. في أشياء اللباس مثلا، اللباس ده عادة، فتيجي النهاردة الطيار اللي هو المتشدد يقول لك لا لازم تقتدي بالنبي كان بيلبس كذا. النبي كان يلبس هذا اللباس انه ده زي عصره، زي عصره. يجي مثلا بعض الناس الان يقول لك لازم انت تحط كحل في عينيك. حط كحل في عينيه ليه؟ يقول لك النبي كان يكتحل. كان يكتحل ده عاده عرب. انما الان عندك تعب في عينيك تروح للطبيب. يعني اشياء كثيره من هذا في السنه، في خلط كثير جدا، في خلط كبير جدا. احنا لازلنا بنتحدث في منطقه المقدس الثابت. نعم. المقدس. نعم. قلت القران ثم قلت السنه، وفي السنه جوه السنه مستويات باعتبار المجموع. انما لما ندخل جوه السنه لا، في سنه بتبقى انا مش ملزم بيها، سنة هي خاصة به عليه الصلاة والسلام، سنة خاصة ببيئته بطبيعته بالبيئة العربية، سنة خاصة بالظرف الذي كان فيه. يعني مثلا أما يقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هل عندما قال هذا هو لا يريد أحدا يسكن في جزيرة العرب، ولا قال أخرجوا المشركين لأنهم قوم يحاربونه؟ طب إذا كان هؤلاء موجودين لا يحاربونني، كيف أنا أطبق؟ لا يسير عليهم الحكم. لذلك يا دكتور في قضية أيضا لا تدرس غيبة جدا، في علوم القرآن ما يسمى بأسباب النزول. بتدرس الظرف التاريخي للآيات عندما نزلت والحالة التي نزلت فيها الآيات. طيب أيضا من المهمل عندنا الظرف التاريخي للأحاديث، أسباب ورود الحديث لازم تدرس، وتدرس بتوسع. النبي قال هذا الحديث في أي ظرف؟ إذا كنا بنعمل ده في آيات القرآن اللي هي الثابتة، فما الذي يمنع نفعله مع هذا محجور؟ بالظبط، يعني غير موجود، غير على قلة. لكن نحن الآن في حاجة إلى موسوعة تبين. لما مثلا منع أن نلقي السلام على اليهود والنصارى وضيقوا عليهم الطرق، أي ظرف قال في هذا الحديث؟ وفي أي بيئة وفي أي وقت؟ ولهذا يصلح الآن أن يطبق
وهل هذا إذا كان القرآن يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا بر عالمي أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، بعد أنت يجي الحديث يقول لي ضيق عليهم، ولا ده كان ظرف تاريخي كنا في حرب كنا في عداء كنا كذا كذا إلى آخره. فلو درست في رأيي السنة النبوية في ظرفها التاريخي ستزول كثير من الإشكالات. طيب ده فيما يتعلق بالسنة والقرآن. في مساحة المتغير والمتحول بقى، كل حكم اجتهادي هو متغير. شوف الدين في عبارة واحدة، الدين جاء لمصلحة الإنسان. الدين من أوله لأخره جاء لمصلحة الإنسان. القرآن نفسه محور الإنسان. يعني أي آية في القرآن ستجد إما أنها تتحدث عن الإنسان أو تتحدث إلى الإنسان. إذن الإنسان هو القيمة المحورية التي يجب أن يدور حولها الدين. لا يمكن منطقيا أن ربنا يخلق الإنسان ويريد إسعاد الإنسان وتكريم الإنسان ثم يأتي بدين يشقي الإنسان أو يتعب الإنسان سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة. فالدين جاء لإسعاد، يبقى احنا نبحث عن المصلحة، فالمصلحة عندما بشروطها وضوابطها نحكمها سنجد أن أحكاما كثيرة تتغير من زمان لزمان ومن بيئة لبيئة ومن مكان لمكان. يعني لما تيجي تقرأ في القرآن مثلا وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس، اللي يقتل نفس يقتل كما جاء في القرآن صحيح الكريم. صحيح. يبقى أنا لا ألتفت إلى أقوال في الفقه أنه غير المسلم لا يقتل أو المسلم يقتل بغير المسلم، هذا كلام مخالف للقرآن. لذلك أبو حنيفة تمسك بعمومات الكتاب، القرآن يقول وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس. تعال بقى للمصلحة، عمر لما قال لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به، لو أنت نظرت عمر طبق المصلحة مع أن النص يقول النفس بالنفس لك تقتل واحد بواحد، لكن عمر وجد أن التمالؤ والتعاون على قتل، لو عمر فتح الباب إذن كل جماعة عاوزين يخلصوا من واحد ويهربوا من القصاص يجتمعوا عليه ويقتلوه. فعمر قال لا لو تمالأ علي آل صنعاء لقتلتهم به. نظر هنا سيدنا عمر نظر إلى المصلحة. فأيضا فقه المصالح في فقه أنواع من الفقه كتير غيبة الآن. يعني إحنا محصورين الآن، غيبة ولا تم تغييبها دكتور؟ يعني تم تغييبها أو غيبة، يعني النتيجة واحدة. النتيجة واحدة. في فقه الأولويات، في فقه الموازنات، في فقه المصالح، في فقه المقاصد، في فقه الواقع اللي انت عايش فيه. كل ده مش موجود. انت الآن بتدرس الفقه من أول الطهارة وأركان الطهارة وأركان الصلاة والزكاة والحج والبيوع وصور كثيرة جدا لم يعد لها وجود الآن. انت الآن مفترض أنك تدرس فقه المقاصد، ايه الاهداف والاسرار لما ربنا شرع هذه الاحكام، ما هو المقصد من هذه الاحكام. فلما تنظر الى المقصد تقول والله هذا المقصد تحقق او هذا المقصد اتلغى الان، زي ما سيدنا عمر عمل مع المؤلفة قلوبهم. صحيح. وبالتالي فقه الموازنات، فقه المآلات. يعني هذا الشيء انت مثلا تراه انه حرام، لكن انا ممكن اقول لك انه ده حرام الان فترتب عليه مفاسد كبرى. القران يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انظر للمآل، انظر المآل. انا عندما اتكلم بهذا الحكم ما المآل الذي سيقول اليه، ما المفاسد التي ستترتب عليه. ثم هناك فقه الموازنات، الموازنات بين المصالح بعضها والبعض. يعني مثلا بعض الناس من عدم الفقه في الدين يقول لك انه مثلا الدولة بتهد بعض البيوت، بتهد بعض الشوارع. طيب ما هو عشان في مصلحة عليا، ودي تجدها في كتب المقاصد الشريعة، يقول لك المصلحة إما جزئية إما كلية. ويجي علامة تونس طاهر بن عاشور يقول لك لا ده في مصلحة كلية وفي مصلحة اسمها المصلحة العليا اللي أعلى من الكلية. فأنت بتبص لمصلحة الدولة فيما بعد في التوسع في كذا في كذا. ففي هذه الحالة أنت بتحتكم إلى الشريعة. لو إحنا طبقنا ودرسنا كويس فقه المصالح، فقه الأولويات، فقه المآلات، فقه الموازنات، كل هذا حل إشكالات كثيرة. صحيح. لكن ده غايب، وغايب برضو في كثير من الأحيان عن المتصدرين للمشهد، وغايب بفعل فاعل. فعل. خليني أنتقل لجزء مهم جدا في شهادة حضرتك، وحضرتك أستاذ تفسير، يعني على واقع القرآن الكريم. يمكن بعض الناس يستغربوا ان احنا بنناقش هذه القضية، لكن اعتقد انها قضية مهمة جدا، واقع القرآن الكريم
الآن في مصر ويمكن في العالم الإسلامي كله، ولكن بعد الفصل. فاصل ونعود لاستكمال هذه الشهادة للأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. أهلا بكم من جديد، نستكمل سويا تسجيل هذه الشهادة للأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك مرة ثانية دكتور. في قضية يمكن الاقتراب منها أحيانا يعني بيخلي الناس تبقى قلقانة شوي، رغم أنها قضية مهمة، بس خليني أسأل حضرتك الأول سؤال يبقى ما تخليه هذه القضية. هل احنا الان ننزل القرآن المكان الذي يستحقه، القدر الذي يستحقه؟ هل نتعامل معه بما يليق؟ من حيث الظاهر نعم. يعني من حيث التلاوة، من حيث اتقان الحروف، تعلم التجويد، من حيث الاصغاء اليه، كل هذا موجود. لكن من حيث التدبر الذي أمرنا الله به، أفلا يتدبرون القرآن؟ الجواب نحن للأسف يعني بعيدين جدا عن تدبر القرآن، وعن فهم، برضو أعود إلى فهم مقاصد القرآن، إلى فهم علوم القرآن. كل هذه العلوم أيضا نحن بعيدين عنها، وإذا درسناها في المستوى الأكاديمي بندرسها دراسة تقليدية، دراسة الموجودة في الكتب التراث، دون إمعان الفكر وإعمال النظر فيما يستجد من قضايا. يعني مثلا أنت حاول تقرأ تفسير اللي كتبه محمد عبده وإن كان لم يكتمل، وحاول تشوف التفسير المكتوبة القديمة أو المكتوبة بعدين بعد مدرسة محمد عبده، تجد أنه لا جديد. كل اللي بيحصل في حقل التفسير الآن هو عبارة عن نقل وتحليل لما قيل قديما، سواء كان صوابا أم خطأ. فنحن في حاجة إلى تفسير للقرآن، تفسير جديد. ده كان سؤالي لحضرتك، لكن قبل ما ننتقل له، يعني احنا حضرتك اشرت الى انه التفاسير يمكن باستثناء تفسير الامام محمد عبده، لكن كل التفاسير الحديثة هي يعني عالة على التفاسير القديمة، يعني بداية من التفسير الطبري من القرن الثاني الهجري، مرورا بقى بالقرطبي، يعني كل التفاسير اللي هي المعروفة، كل من جاءوا بعدهم هم عال عليهم، هم ما بيفسروش القرآن، ولكن هم بينقلوا التفسير التي سبقت للقرآن. إيه اللي يميز تفسير الإمام محمد عبده بالمناسبة، واللي أنا مش شايف تمكين له في ثقافتنا الحاضرة؟ محمد عبده حط إيده على هدايات القرآن. هدايات القرآن بمعنى القرآن جاء لماذا؟ جاء لهداية الإنسان. تمام. فحاول الشيخ محمد عبده رحمه الله أن يضع إيد القارئ للقرآن على مكمن الهدايات في القرآن الكريم. حاول أن يتكلم في السنن الإلهية في القرآن الكريم. حاول أن يتكلم السنن الإنسانية والسنن الكونية، ويلفت نظر الناس إلى هذه السنن الربانية، لأننا في هذه السنن نأخذ العبرة في هذه الحياة. حاول أن يضع إيده على الظواهر الاجتماعية في المجتمع، كيف عالجها القرآن، كيف القرآن عالج المفاسد، وكيف القرآن ينمي نظرية المصالح. يعني تفسير الشيخ محمد عبده هو تفسير يخاطب عقل الإنسان وقلب الإنسان. كما تفضلت، التفسير الأخرى بتحاول تفسر كلام السابقين. يعني تأتي للألوسي، هو بيحاول يحلل عبارة أبو السعود، أبو السعود قال كذا
فلو قال كذا لكان أحسن، لا عبارته اعترض عليه بكذا، بحيث أنك أنت لما تقرأ لا تخرج في النهاية بهدايات القرآن الكريم. أدي الفرق بين محمد عبده وبين معظم التفاسير بين كده السابقين واللاحقين. ما عدا برضو في السابقين هناك فلتات، يعني تجد مثلا في البلاغة وكذا الزمخشري في الكشاف، تجد برضو أبو الصعود في البلاغ، يعني فيه لمحات ونظرات قوية. المشكلة فينا احنا، هم كتبوا أيضا كما أنا ذكرت، هم كتبوا لزمنهم، كتبوا لثقافتهم. يعني هذه التفاسير هي تفاسير نتاج ثقافة عصر. طبعا. طب أنا عندي مشكلة هنا، أنه أنا هذه التفاسير القديمة كتب التراث في التفسير، بقى عندي النص المقدس وهو القرآن، وهو نص مقدس من المنبع، لكن المسلمين مع توالي العصور أصبح النص الموازي اللي هو التفسير أيضا نص مقدس. دي المشكلة ودي الخطورة جدا. يعني أنت حتى لو جبت نص للمفسر وتنقضه، عقلية الإنسان الآن أو حتى الطالب أو الباحث ينظر أنك تنقض النص المقدس. بالظبط. أنا بنقض التفسير، أنا ماليش علاقة بالنص المقدس. المشكلة أننا نجعل القرآن تابعا وليس متبوعا. بمعنى يعني نحن نجعل القرآن تابعا للمفسر الذي قال. ما دام القرطبي على هذا الرأي يقول لك هو أنت أعلم القرطبي، وده أيضا التيار السلفي. كل حاجة يقول لك إيه هو أنت أعلم من السلف، هو يريد أن يعود بك، يقول لك خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يا سيدي على عيني وراسي، لكن خير القرون في ماذا؟ هل هم خير القرون في كل شيء؟ يعني هل هم خير القرون في التقدمات الصناعية، في التكنولوجيا اللي عايشينها الآن، في الحضارة التي تطورت الآن؟ يعني هناك نصوص أكلاشيهات كده يقول لك وانت أعلم من القرطبي، هو انت بتنقد الرازي، هو انت أعلم من الطبري. أيوة، تم في كلام لا يقبله منطق ولا يقبله عقل. هو يا فندم هو كان مقبولا في عصره وزمانه وسياقه. أنا حتى في قضايا لما بقرأ في كتب التفسير أعتقد حتى في عصرهم لم تكن مقبولة. يعني مثلا أنت زي لما إيه؟ زي مثلا لما تقرأ في تفسير مثلا الألوسي، أنت بتعمل قفزة عالية أوي. يعني إحنا حتى يعني معظم حتى أصحاب التوجه العلماني في التناول الكتب التفسير يقولوا إنه هو تفسير، ودول العلمانيين المعتدلين يعني، إنه هو تفسير ابن عصره وزمانه. حضرتك شايف إنه في بعض التفسير أمور لم تكن حتى تتناسب مع عصره. طبعا يعني في أقوال مثلا في كتب التفسير انه ليه الذكر ياخذ ضعف الانثى في الميراث. فيقول لك اصله هو حواء في الجنه كان معاه 3 حبات من القمح. ادت ادم حبه وهي كانت حبه وخبت حبه. فعاقبها الله بنقيض قصدها فاعطاه الذكر. طيب انا لو سلمت هذا الكلام الغير منطقي، طب انا امي ذنبها ايه؟ طب هي حواء عملت كده. يعني فكلام مش وكثير. يعني اعرف الطبري مثلا في قصة آدم وحواء، شوف كيف خلقت من ضلع آدم، وترى أن آدم كان نايم، لقى الدم خارج من جنبه الأيسر، بص شماله لقى واحدة قاعدة، انت مين؟ قلت له أنا حواء، انت منين جيت؟ كلام كله إسرائيليات، وكلام كله يعني بيدرس في الأزهر في مادة اسمها الدخيل، الدخيل يعني الدخيل على كتب التفسير. المشكلة بتيجي منين؟ دي مادة مهمة جدا جدا. ولذلك مش واخدة المساحة التي تستحقها. المشكلة بتيجي منين بقى؟ المشكلة بتيجي من نوعين. ثقافة عصر يعني رسخها برضو بعض أدعياء العلم، انك انت تقرأ في كتب، لذلك انت تجد في بعض المساجد الآن بتقرأ كتب التفسير فيها أشياء لا يتقبلها منطق. الآن في دورات في المساجد بيقرأ تفسير فيها أشياء، طبعا ممكن تقرأ زي التفسير، بس القارئ يكون حازق عالم يعرف يميز الغس من السمين. لكن ما هو طول الوقت في فرق بين العلم وتاريخ العلم. طبعا يعني أنا عندي تفسير وتاريخ التفسير. طبعا. فتاريخ التفسير ده زي ما حضرتك بتقول، ما هم فسروا أنه الزلزال ده بيحصل لأنه الأرض متشالة على قرني ثور مثلا، فلما بيريح فالأرض بتتهز. نعم. على سبيل المثال كثير جدا. قاف يقول لك قاف ده جبل في المقطم. في المقطم. ففي صورة كده. فده كلام مش منطقي. المشكلة فين؟ المشكلة في أن بعض المتخصصين او المفترض ان هو داعية متخصص، هو كل اللي يقراه بيروح يقوله. التاني المتلقي رجل ثقافة بسيطة،
هو فتح كتاب التفسير فرأى أو سمع الشيخ بيقول كذا فخلاص يقول لك الشيخ بيقول كذا. يعني الحركة العقلية اللي المفترض إن العلماء والمفكرين والدعاة يبصوها في المجتمع، يبقى في حراك عقلي في المجتمع وفي فكر عقلي في المجتمع، هذا مفقود. طيب لو سألت حضرتك قبل ما نروح لهذا السؤال، هل نحن نحتاج إلى تفسير عصري للقرآن؟ بلا شك. هسأل حضرتك على حاجتين. المنجز العلمي للشيخ الشعراوي في التفسير كيف تراه؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله هو رجل في النهاية ناقل، يعني هو ما أضافش جديد، هو رجل مؤسس علميا باعتبار البيئة أو العصر اللي كان الأزهر فيه كان قمة، فهو دارس اللغة كويس، دارس الاشتقاقات كويس، دارس المعاجم، حافظ الشعر العربي، حافظ ديوان شوقي كله، دارس البلاغة، فالأدوات معاه. ثم هو عاد إلى الرازي وإلى تفسير الزمخشري، والزمخشري كما أنا ذكرت هو رجل معتني ببلاغة القرآن، فهو رجل استطاع أن يفهم ويهضم أحسن من كثير طبعا من الكتب الموجودة. لكن هل هو أتى بجديد؟ لا، لم يأتي بجديد. لا. طب ده يقودنا بقى للقضية الكبيرة، عندما نأتي إلى تفسير أو نطالب بتفسير جديد للقرآن على إيقاع هذا العصر، إيه اللي مطلوب فيه؟ ده مطلوب فيه حاجات كتيرة جدا. يعني أولا إحنا لازم نحط خطة أو مراحل. يعني للأسف أنت بتجد بعض الناس في الجامعات بيكتب في التفسير، فتسأله على اي منهج انت تسير، لا تجد جوابا غير انه بيحط على الترابيزة 10 كتب من كتب التفسير، وده فاهم العبارة دي فينقلها ويلزق في دي ويلحم في دي ويخرج لك، فتطلع كتابة مشوهة. كتابة مشوهة. لكن انت الان عاوز تفسير، اول حاجة انت محتاج لتفسير ينصف قضايا المرأة. يعني أنا لا في مكان الآن لا أستطيع أن أبوح، طبعا أنا يعني عضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة، أنا بتجيني أبحاث وبتناقش مع الباحثين في أشياء أنا لا أستطيع أن أبوح بها إلى الآن في اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دي. فأنت الآن عاوز تفسير ينصف المرأة، أنت عاوز تفسير ينتقل من المحلية إلى العالمية، لأنك أنت بتخاطب العالم كله. فلما يجي القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، إيه الغاية يا رب؟ لتعرفوا ولا ليقتل بعضكم بعضا؟ لا، لتعرفوا ولا ليذبح بعضكم بعضا. فأنت عاوز تفسير الآن تنقله من المحلية ومن البيئة اللي أنت عايش فيها إلى أنه يكون تفسير عالمي. أنت عاوز تفسير يجمع بين المثالية والواقعية. يعني ما تخاطبنيش بقضايا مثالية، خد أنا إنسان، أنا من الأرض، أنا واقعي. فأنا عايز تفسير يكون يجمع أخلاقي قيمي حضاري مثالي في الوقت نفسه، يكون واقعي، يجمع بين أيضا بين المادية وبين الغيبية. يعني أنت ما تغرقنيش في قضايا غيبية كثيرة جدا بخلاف طبعا ما نص عليه القرآن وتدخلني في قضايا. أنا عايز تفسير يخاطب العصر اللي أنا عايش فيه. ما تقوليش أنه الطبري قال وفلان قال وفلان قال في قضايا لا هي تمت للواقع ولا هي تمت للعقل. أنا عاوز تفسير يحافظ على الثوابت وفي الوقت نفسه يقبل المتغيرات ويقبل الآراء المتجددة. فأنا عاوز تفسير يراعي حقوق الإنسان في الداخل وفي الخارج. أنا عاوز تفسير كيف أعيش مع غير المسلم في العالم، العالم كله تحول إلى قرية واحدة، فأنا إزاي أعيش مع غير المسلمين، وإزاي يبقى التفسير ده ما أحسش إن هو فيه اعتداء أو فيه امتعاض من الآخر، إنما هو عايش مع الآخر. أنا عايز تفسير يظهر لي الكرامة الإنسانية اللي ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. أنا عاوز تفسير يقبل الرأي والرأي الآخر. خطوات كثيرة جدا أنا محتاج لتفسير عصري فيها. أنا في هذا التفسير أنا مش هخلي القرآن ينطق بما أريد. هو القرآن طبيعته كده. القرآن كما قلت حضرتك في البداية محوره الإنسان. فأنا لما بقول أنا عايز تفسير في كذا وفي كذا، لأن القرآن كده. يعني النقاط اللي انا ذكرتها دي انا ما ذكرتهاش من حصيله فكري،
ده أنا ذكرتها بناء على قراءة للقرآن كثير جدا. يعني أنت مثلا يعني الآن تجد أنه ناس مغرمة برمي الآخرين بالكفر تكفير تكفير. طيب أنا ليه ما استخدمش مصطلح آخر غير المسلمين؟ يعني أنا لما أجي أشوف الآيات اللي بدأت في القرآن بالكفر هجد آيتين سورة قل يا أيها الكافرون ويا والآية الثانية يوم القيامة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إلى آخر مرتين بس. فأنا طب أنا إيه المشكلة اللي عندي لو أنا قلت غير المسلمين، بحيث أن أنا في خلال التفسير ده أنا بحافظ على مشاعر، خصوصا أن إحنا الآن استبدلنا مصطلح أهل الذمة بقى مصطلح المواطنة وهو مصطلح إسلامي أصيل. فده وده موجود من أيام سيدنا عمر. تقترح مثلا فالتفسير ده يدلك على أنك لا تتهم الكفر بالنسبة لك هو غير مسلم بالزبط. لكن أمسك أدعية القرآن واجي أشوف الأدعية اللي على المنابر أجدها أدعية استفزازية. اللهم أبد مش عارف إن أهلك الأرض من تحليم كذا كذا إلى آخره. لما أعود إلى أدعية القرآن ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فما جيش القرآن أجد لا أجد القرآن أبدا في الأدعية إنه أدعية استفزازية. ده الرسول حتى يعني اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ده اللي أنا عاوز أظهره في التفسير، بدل ما أنا بظهر الخطاب العدائي والخطاب الاستعلائي والخطاب كذا كذا، لا أنا بظهر خطاب من وحي القرآن. يعني من وحي القرآن. طب هل نقدر نقول انه هناك من حجب حقيقة القرآن عن العالم، عن المسلمين وعن العالم؟ كثير، لكن لا استطيع ان اقول عن عمد. ربما عن ثقافة محدودة. يعني هو ان لم يكن عن عمد فهو عن جهل. عن جهل، عن ثقافة محدودة الى اخره. لكن لا يشك عاقل انه نحن الان في اشد الحاجة الى تفسير معاصر للقرآن الكريم. نحن في حاجة إلى فقه معاصر الآن أيضا. نحن في حاجة إلى أصول معاصرة. نحن في حاجة إلى تطوير شامل وتطوير كلي. أهم حاجة في الباحث الأزهري أو في الطالب الأزهري لكي يتخرج عالما قويا المنهجية مش الجزئيات. الجزئيات دي من أكبر الأخطاء، أنك تعلم الباحث عندك أو الطالب عندك تعلمه جزئيات. تعلمه جزئيات تتغير ومن زمن لزمن ومن بيئة لبيئة. وبعدين في التراث الإسلامي بقى في قمم أنت تجدها مغيبة، سواء في الأصول، سواء في الفقه، سواء في اللغة، سواء في التفسير. يعني زي ما حضرتك تفضلت محمد عبده غير حاضر في تفسير القرآن الكريم خالص. تجد مثلا في رجل كتب تفسير رائع جدا ويناسب كل الناس، الدكتور الله يرحمه كان عميد اللغة العربية الشيخ عبد الجليل عيسى. جيل عيسى ده كاتب تفسير في 3 مجلدات حاجة رائعة تناسب الناس، ورجل لم يخرج عن القرآن. والميزة عنده انه لما يأتي بالآية اللي يفسرها يجيب لك كل الآيات المشابهة لها في الموضع الواحد. طب ويربط. والتفسير اللي عمله الدكتور طنطاوي، دكتور محمد سيد هو طنطاوي. ايضا الدكتور طنطاوي هذب القديم بس يعني هو جاب كتب التفسير القديمة ورتبها وحذف ورتب وكذا من هذه لكن الناحية، لكن لم تكن له إضافة. ليست له إضافة. لا مين من المفسرين المحدثين يعني اللي ممكن يعني يتم البناء على ما فعل الإمام محمد عبده، ولا في حد بعده؟ محمد عبده كانت فيه محاولات ما اكتملتش عند الشيخ المراغي محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر ومحاولات أيضا لم تكتمل عند الشيخ شلتوت. الشيخ شلتوت فسر الأجزاء 10 الأولى من القرآن الكريم مطبوعة. وفي كذلك عند الشيخ دراز لكن أيضا لم يكتمل. عبدالله محمد عبدالله دراز ده بيسموه التفسير الموضوعي للقرآن. التفسير الموضوعي هو طبق ده على سورة البقرة. وبعدين جه الشيخ الغزالي حاول أن يعني يقلد الشيخ دراز وكتب تفسير، لكن برضو النمطية أو يعني منهج الواحد ما كانش موجود. يعني يبدو الشيخ كتب على فترات. احنا في حاجة رأي حضرتك في الدراسات بتاعت الدكتور عبدالله شحاتة على القرآن ايه؟ لا ما فيهاش حاجة، ما فيش فيها اضافات، ما فيش فيها اضافات خالص. رغم انه هو كانت ليه مداخل مختلفة حتى عن المفسرين. انا الحمد لله قرأت لكن ليس هناك جديد. ما انا بسألك عن هذه الاعمال. يعني الحقيقة بشهد بنزاهتك العلمية طول الوقت يعني، ولذلك بستطلع أراءك لأنه عارف أنه الرأي موضوعي. فهؤلاء اجتهدوا لكن ما مثلوش الإضافة اللي احنا بندور عليها. كلنا أستاذ الله يرحمه كان مفكر وكان عبقري، وطبعا ما خدش وضعه كعادة كل الدكتور القيعي.
كنت وانا طالب لما اقول له فلان فسر القران يقول ايه الجديد اللي جابه، فاسكت اروح ابحث ابحث ابحث، وبعدين في الاخر ما لقيش الاضافه. يعني احنا لما تيجي تكتب لازم تكتب كتابه فيها اضافه جديده، فيها اراء جديدة زي ما ذكرت لحضرتك الان، ده كله مش موجود. هو كله الشيخ الدكتور عبد الله شحاته الله يرحمه، الدكتور طنطاوي، كله هو بندور في فلك القديم. القديم. شفت المحاوله بتاعت مصطفى محمود ازاي؟ مصطفى محمود هي محاوله اشبه ما تكون بوجدانيات، مش بمنهج علمي. يعني هو رجل في اخر حياته عنده قدر من العلم، الثقافه بتاعته، ثم عنده قدر، كان عمل كتاب اثار دقه اللي هو نحو تفسير عصري. أيوة. للقران. وبعدين هو عنده تجربه في التصوف في الاخر، هو حاول ان يتكلم بهذه التجربه، لكن ايضا الميزان العلمي اللي بنسميه احنا اصول التفسير، اصل التفسير ده ليه يعني، يمكن انت بالمناسبه انا بعد بحث الان او كتاب سبل فهم القران، ازاي نفهم ازاي نفهم القران في الوقت الحاضر. فالاسس دي ما كانتش موجوده عند الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. طيب، يعني ده هيفتح لنا قضيه متشعبه الحقيقه، وهي قضيه تجديد الخطاب الديني، اللي يمكن ناس كتيره جدا كانت سعيده بهذه الدعوه عندما اطلقها الرئيس بشكل رسمي، يعني وطالب المؤسسات الدينيه المختلفه انها تقوم بدورها في تجديد الخطاب. لكن بتوالي السنوات وكأن الموضوع أصبح أنه كانت دعوة، البعض قدم إسهامات لكن ما عندناش نتيجة ملموسة. هنناقش مع حضرتك في الحلقة القادمة إذا أذنت لي إن شاء الله قضية تجديد الخطاب الديني، وعلى الهامش منها مسارين: مسار الدعاء ووضعية الدعاء في مصر الآن وإزاي كانوا قبل كده وصلنا لإيه، ثم قضية اللي هو التناول العلماني للدين وللقرآن، وحضرتك ليك ملاحظات كتير على هذا المسار في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك شكر مؤقت أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، و نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. وشكرا لك. أنت كده بتأتي للنص المقدس. هل نحن فهمنا مقصد السيد الرئيس من دعوته لتجديد الخطاب الديني؟ فكرة دي تم تأسيس عليها كل الجماعات المتطرفة. انت عشان تقول لي جددت الخطاب الديني لازم تديني الثمرة، انت محتاج اولا ان تجدد وان تصلح مناهج التعليم. هل هو فكر بقضايا بتفيد المجتمع؟ اي رؤية بيقدموها هي معادية للدين؟ القرآن ذاته هو الذي امرنا بتجديد الخطاب. العلمانيين في مصر ليسوا ملاحدة، هم مختلفين معك في الايديولوجيات. بعض الناس يقول لك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاهد بالسلاح في مكة لانهم كانوا قلة ضعفاء، هو اللي بيتهم في دينه احيانا. السيد قطب اللي كتبه في الظلال مش ده المقدس؟ ضد تكفير اي انسان. ضربة البداية بتكون من الجماعات ثم يورط الازهر في ذلك. سيد قطب يكتب كلام بشري يقبل ويرفض، مفيش قضايا نابعة بدراسة موضوعية.